انتباع انتباه. الوغ دابا غادي نكتبوا واحد العدد، ركز معايا مزيان الله يرضيك، ركز معايا مزيان، انتباه سيفي بيان. maintenant on va faire le cas inverse. دابا غادي نكتبوا واحد العدد، مثلا من يقرا هذا العدد؟ من يقرا هذا العدد؟ من يقرا هذا العدد؟ اسماعيل. صفيقات، ممتاز. خمسة آلاف وستمائة وأربعة وأربعون. سيفي أتونتيفمون. الآن سوف نقوم بتفكيك هذا العدد. ما معنى تفكيك؟ يعني غادي نقسموه إلى آلاف أو إلى وحدات وعشرات ومئات وآلاف. إذا نبدأ بالآلاف. إذا ما هو رقم الآلاف؟ ما هو رقم الرقم؟ توكل؟ لا. الرقم. الرقم هو خمسة. ما هي قيمة الآلاف؟ خمسة آلاف. قيمة، إذا كاين الرقم، كاين الفرق بين الرقم والقيمة، صافي؟ إذا هنا عندي الرقم هو خمسة، ولكن القيمة هي خمسة آلاف. قيمة. دابا حيدنا الآلاف، الآن سوف نمر للمئات. ما هو رقم المئات؟ ما هو رقم المئات؟ ممتاز. ما هي قيمة المئات؟ قيمة ده. القيمة، إذا الرقم ديال المئات هو ستة، ها؟ تري بيان، صفقوا عليه، برافو، 600. ممتاز. الآن سوف نمر إلى العشرات. ما هو رقم العشرات؟ تري بيان. وما هي قيمة العشرات؟ ممتاز. إذا شنو يبقى لينا؟ الوحدات. ما هي قيمة الوحدات؟ قيمة الوحدات. تري بيان. وما هو رقم الوحدات؟ ممتاز. وبالتالي إذا 5644 تساوي 5000 زائد 600 زائد 40 زائد 4. ممتاز. إذا ندير واحد مثال آخر. من يعطيني عدد؟ عدد مكون من أربعة أرقام. إسماعيل. ممتاز. رقم آخر. عدد آخر. عدد آخر. توكل. عدد آخر. ممتاز. نعطيكم أنا العدد ديالي. مثلا 9002. 9000 وجوج. صافي؟ إذا ما هو رقم الآلاف؟ رقم الآلاف. إذا تسعة. ما هي قيمة الآلاف؟ ها؟ ممتاز. 9000. ممتاز. تري بيان. ألوغ 9000 زائد. دابا سوف نمر للمئات. ما هو رقم المئات؟ رقم المئات. صفر. وما هي قيمة المئات؟ صفر. الآن سوف نمر للعشرات. ما هو رقم العشرات؟ وما هي قيمة العشرات؟ صفر. وأخيرا سوف نمر للوحدات. ما هي قيمة الوحدات؟ وما هو رقم الوحدات؟ اثنان. وبالتالي 9002 تساوي 9000 زائد صفر زائد صفر زائد صفر. ركز معايا مزيان واحد المسألة. شوف، ركز معايا الله يرضى عليك، ركز معايا، ركز معايا في واحد المسألة. الو هنا عندي 9000 زائد صفر زائد صفر زائد اثنان. إذا حنا ممكن هاد الأصفار نحذفوهم، ممكن نحيدهم، وبالتالي غتولي عندي هي 9000 زائد اثنان. صافي؟ إلا بغينا نحيدو الصفر نحيدو، ملي كيكون الصفر ممكن نحيدو. واش فهمتو ولا ما فهمتوش؟ غادي يبقى عندنا نفس، يعني غتبقى عندنا نفس القيمة. نعطيو مثال. عندي مثلا 3000 مثلا 3050. 3050. مزيان، وركز معايا مزيان. ألوغ نحيدو الزائد نديرو يساوي. ألوغ 3050. ما هي قيمة الآلاف؟ تري بيان إسماعيل، برافو، هي 3000. مزيان.
زائد قيمة المئات. إذا صفر بلا ما نديرها. داكوغ باش تكون عندي صفر بلا ما نديرها. ألوغ دابا غندوز للعشرات، قيمة العشرات. خمسون، مزيان. قيمة الوحدات نديرها ولا ما نديرهاش؟ بلا ما نديرها. إذا وبالتالي ولات عندي 3050 كتساوي 3000 زائد 50. مفهوم ولا ما مفهومش؟ فهمتوا؟ ممتاز. دابا نعطيكم واحد التمرين، تمشيو المنزل صاوبوه.